وصلت الى تونس. ايه تمشي جوها بامورها يعني. باش نكمل نجيك سيد ناب فقط باش نعطيكم بعض الارقام. يعني 46% من الخبز يعني تلوح في رمضان، و36% من الخضروات والغلال، و20% من منتجات السكريات والمشروبات الغازيه الهديه. يعني شنو هو للاسف اللي يتبذر في رمضان، ولكن في المقابل جات الطمانه اليوم من وزاره التجاره كل شيء موجود. والله بالنسبه لوزاره التجاره الخوف هو من على سيدي رمضان، وانه الاستهلاك معناه نتاع التونسي باش يزيد وكل شيء، لكن تمنينا ان وزاره التجاره وفرت المواد الاساسيه خارج شهر رمضان الفضيل. معناه المفروض انت عندك زياده نتاع استهلاك في رمضان، هي وقبل رمضان هاو اليوم التونسي يلقى في مشاكل، باش يلقى السكر خاصة والحليب هاو رجع شوية شوية. المفروض أن وزارة التجارة تعمل مجهود أكثر باش على سير العام، وبالعكس يمكن حتى كان تنقص حاجة في رمضان تنقولوا على خاطر الاستهلاك أكثر. لكن إذا كان احنا في سير الأيام التونسي يلقى مشكلة في المواد الأساسية، وأنه وليت فما مناطق ولا ولايات يقول لك والله هو موجود فيها، يكلم دارهم والأقرب في الولاية الفلانية باش يبعث له معناها دي برودوي دو باز كيما هكا. اليوم أن توكا إن شاء الله إن شاء الله سوبر مارشي المقرونة تاخذ 15 باكويت راهو. اي ان شاء الله الامور ان شاء الله الامور ترجع معناها ان شاء الله. اما بيان التونسي غير سلوكه زاد. اكيد 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 انه اكيد لازم مجهود كبير الحقيقه في شهر رمضان. في شهر رمضان التبذير اللي كنت تحكي عليه انت توا راهو زاد كيف سيمه من السيمات الكبيره. احنا قديش حتى خارج سيدي رمضان تونسي وخبز مثلا. صحيح. تونسي والخبز راهو يوميا مليون خبزه، سي با نورمال، غير عادي في منتج اللي الدوله قاعده تدعم فيه واللي التونسي طيش فيه. وتورد القمح. طبعا قاعدين نوردوا فيه، وهذه راهو سي لو جاسبياش. احنا مبذرين، والتبذير هذا راهو يبدا من الدوله. احنا دوله مبذره، ميزانيه الدوله مبذره، احنا نبذروا في كل شيء، شوفوا في اداراتنا وفي طريقه معناها حتى الميزانيات نتاعنا. احنا دوله مبذره، معناها احنا دوله فقيره، صحيح ميزانيتها تعب لكن دوله مبذره، ولا نعرف كيفاش نرشدوا. هذا مش من اليوم راه، لانه ورثه. احنا في النهايه الموديل الايكونوميك ما تبدلش في تونس. اكثر مشاكلنا احنا بعد 2011 انا ما تغيرش الموديل الايكونوميك. يا اخي سامحني، احنا علاش قامت ثوره؟ قامت ثورة على ان موديل ايكونوميك، علاش جاي بن علي عام 87 على ان موديل ايكونوميك، علاش جاي بن صالح، علاش جاي نويرة بعد على ان موديل ايكونوميك اللي فشل. كل ما يفشل ان موديل ايكونوميك تصير معاه تحرك معناه اجتماعي والا معاه ويتغير الموديل ايكونوميك. احنا قعدنا نخدموا بنفس الموديل تاع بن علي، معناها اليوم معناها الحريات والجمعيات والاحزاب وكل شيء. اي ما تنجمش راك تحل الجمعياتي والحزبي والسياسي من غير ما تحل الاقتصادي. معني اكبر فيسكو صار في البلاد انه 2011 حليت كل شيء وخليت الاقتصاد مسكر. ما تنجمش كيف تحل كل شيء في السياسي والاجتماعي، لازمك تحل في الاقتصادي. في العالم الكل يا اما بلاد مسكره سياسيا ومسكره اقتصاديا، والا محلوله سياسيا ومحلوله اقتصاديا. سامح لي معناها كان تقيس موديل بن علي بموديل 2011 حتى 2019 على الخير. يعني يحكي لك على اليوم 24. موديل لا مش نقصد هذا. بن علي في سبتمبر بن علي وفاء بن علي وفاء في 2005 2006 الموديل ايكونوميك بازي على العالمي نتاع 2003. احنا نحكي وقت نوبيش عملت لقب كلاسمويين خلقنا رويجا نفسر لك خلقنا لا سيدي قلت لك وانا معاه اما المشكل وين؟ انه من 2011 ما عادش فما حتى موديل ايكونوميك. اش قلت لك؟ اعتباطي معناها وما كان فما موديل ايكونوميك لازم يكون ناجح او فاشل. اما بعد 2011 ما فما حتى موديل ايكونوميك. اما المشكله يا مهدي، هل الموديل هذا هل هو من اخترعه بن علي؟ مش صحيح. مش علينا نحن. لا هو الموديل هذا موجود من عهد فرنسا. سيستم اللي حكى عليه سيد النائب نتاع الرخص. رخص بدعته فرنسا. سيطرة الدولة والأمن على الاقتصاد والعين الأمنية على كل ما هو اقتصاد راهو عملته فرنسا. وبورقيبة ورثوا وبن علي واصل فيه، وهما من بعد في 14 جونفي اللي هي فرصة كبيرة ياسر نتاع ثورة ما كانش عندهم الجرأة والكفاءة والقدرة باش يكسروا الموديل هذا. لواش اليوم مثلا الدولة تتحدث وحتى الرئيس تحدث اليوم يقول لابد من تكسير الموديل هذا. كان تلاحظوا في حديثه لوبيات الرخص الإدارة البنوك هذا كل علاش يحكي فيه هو الرئيس، خاطر هو شعر اللي الورثة كبيرة برشا مش تاع بن علي، راهي ورثة عندها 100 سنة
100 سنة من وضع اليد الأمنية واليد تاع الدولة على الاقتصاد، إنه كل شيء مراقب. اليوم لازمك تخرج كل ما اقتصاد وحده، إيش معناه باش ناخذ رخصة لواجه نتعدى لوزارة الداخلية؟ إيش معناه المطاعم تحت وزارة الداخلية؟ إيش معناه السياحة تحت وزارة الداخلية؟ إيش معناه المقاهي تحت وزارة الداخلية؟ إيش معناه كل فرنك يتعدى لازمه رخصة وبحث أمني، رخصة وبحث أمني، تحرير الاقتصاد هو الحل. دفع المبادرة الفردية هو الحل. طالما الدولة رائعة الدولة لابد الدولة لابد أن تراقب حياة الناس وتسجل الجريمة وتحمي الناس فقط. أما الاقتصاد في الدول العالم الكل هو محرر وحده، مش الدولة هي اللي عندها يد. علاش؟ خاطر تولي عندها يد تولي هي تقنية، معناها شخص ما عنده حتى مؤهلات لا علمية لا ثقافية لا حتى شيء، بإمضاء السيد الوزير على رخصة فريب أو رخصة بيع الكحول يتحول فجأة إلى أغنى أغنياء تونس، إلى درجة أن وصلنا أن الدولة تخلق في الكناتري، تخلق في الكناتري طبعا بما أنها لم تغير طبعا، يعني معناها هالكاس هذا يجيبه كان فلان والفريب يجيبه كان فلان والكحول يقدم كان فلان، فما شو نعمل؟ الدولة تخلق أغنياء ثم تعارك معاهم اعطوني فلوسي اللي قاعد صاير تو. لواش هو تو العركه الكبيره عباد خلوها ضد رجال الاعمال؟ مو صحيح. الدوله اليوم مش متعاركه مع رجال الاعمال، هي متعاركه مع اصحاب الرخص. صوره مغلوطه يعني اللي ماشي على الراي العام مغلوطه، الراي العام مش فاهمها. اما صحيح صحيح صحيح، انت يا سيد انا عاونتك عام 50 وعام 60 كنت لا شيء، تحولت فجاه الى اغنى اغنياء تونس كمش نقول المنطقه الكل او افريقيا، اليوم حاجتي بيك رجالي راني مستحق فلوس عطيتهم لك انا خلقتك، هو يقول لي راهي فلوسي يتعاركوا. ما فماش واحد كيما بيل جيتس بتونس بمخه ولا غني، ما عندكش واحد ملكاته جيف بيزوس اللي هو البارح ولا اللي جيت الدوله قالت له الدوله اعطيني فلوس كلهم كلهم اللي عنده اللي مش التوانسه الكل ولاوا اغنياء خاطر استغلوا الرخص. عندنا ديزيزونتي على منهم اليوم اللي قاعده تتعاود سيد النائب فيهم برشا اسماء نذكر اساميهم، اما الناس اللي قاعده تتعاود توا والعركه مع اللي معنيين بالصلح الجزائي واللي معنيين ببعض المشاكل هذو اللي تحكي عليهم انت باش نجاوب معناها منظومة التراخيص راهي هي منظومة كما قلت أنت، الدولة تعطي الحق لزيد أو عمر باش يصبح معناها بمقتضى الرخصة ذيك لأنها محتكرة عند بعض الفئة قليلة باش يولي من الأفريق. تحدث على مثال بسيط، أنا لتو نتسائل واليوم سؤال نحب نطرحه معناها للقائمين على شأن الدولة، ما معنى في الجمهورية التونسية ما 12 من المواطن كان 40 مواطن عندهم الحق في رخصة الفريق اللي من عام 90 ما تحلتش من عام 96 مثلا؟ شو معناها رخصة فريب يحضرها 40 عائلة وتورث الرخص هذه تورث يعني بالقانون، انا اعطيت المدير مصالح الرخص في مدير مصالح ما عادش دخل في الرخصة هذه ناخذوها من عنده وقت ما عندك حتى تورث رخصة 40 رخصة فريب مش تفادليك حتى معناها في اليوم قادم اقعد على الملأ يا عم تربص في فمك الواحد ما خليهاش الرخص الكل حتى مواطن قادر ياخذ رخصة فريب، يعني حاجة عجيبة حاجة غريبة. منظومة الفريب مثلا تساؤل كبير يطرح فسر كل شيء، علاش مسكرين محتكرين 40 عائلة؟ راهي فما ناس تلعب في الكورة راهي ما عندهاش علاقة بالفريب راه، يعني فما ناس عندهم رخص تاع فريب ماهمش في القطاع يا سيدي. هذه الملابس المستعملة كيف تعطى هذه الرخص؟ هذا سؤال مطروح، تعطى وقت كيما في قرار من الصلح السياسي كيف تعطى بقرار من السلطه السياسيه هذيك في مقابل معامله معينه تعطي حتى وقت كانت القهوه طبعا وقت كانت قبل الرخص كانت الرخص تعطى شكون ما هو المناضلين والمقاومين او من ترضى عليهم سلطه مهدي توا نحكي على اللي قالته مريم توا الكناتري شكون الكناتري؟ خاطر احنا نحكوا على الكناتري كانه على انسان معناه جاي من الفضاء يحب يغزو الشعب التونسي، شرير برشا الكناتري هذايا يكرهنا يقتلنا معناه هذه هو حتى نصور شيطان. الكناتري هو مواطن تونسي اولا عندك عندي دونتيتي ثانيا تونسي. ثانيا يحب يخدم حق مشروع، ثالثا يحب يصرف فلوس، طلب من الدوله سهل له قالت له لا نعطي المهدي وفلان انت لا، ولا يطلع من الجبل ويجيب على الحدود ويعطي في الرشوه ويعطي في الرشوه وكذا بعد تشدوا هاني شديتك تعطي في الرشوه، يعني معقوله هذه؟ انت مو اعطي الحريه الاقتصاديه، اعطيه الحق باش يورد من اي بلاد باش يجيب باش يعمر ورقه باش يخلق، يعني انت تقول غير التشريعات، غير التشريعات التشريعات نحي تخلق التراخيص الزايده، التشريعات تخلق فساد مشاريعنا تراخيص تراخيص تخلق فساد منظومه فساد، وبالتالي الفساد لن ينتهي من تونس الا عندما تغير التشريعات وخاصه المنظومه